نجف نائب رئيس المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية. كما كتعيشوا معنا الأجواء والعرسين التاريخيين، المؤتمر الوطني الرابع للشبيبة الحركية بالأمس، والآن الانطلاق المؤتمر الوطني الخامس للنساء الحركيات، تعبئة كبيرة، حضور قوي للشباب ونساء ورجال الحركة الشعبية من مختلف ربوع المملكة الشريفة، من شمال المغرب الجنوب والوسط والشرق للصحراء المغربية، يعني حضور قوي يدل على شيء واحد، وهو بأن حزب الحركة الشعبية اليوم بخير، بأن الحركة الشعبية اليوم تجدد هياكلها في جو ديمقراطي، في جو حماسي. وبالأمس الشبيبة الحركية، يعني أبناء الشبيبة الشباب الجديد، يأخذوا المشعل من جديد. هذا كيدل بأن الحركة الشعبية تحترم أبنائها، تحترم نسائها، وبالتالي الفائز الكبير هما المنظمتين الموازيتين للحزب، للشبيبة الحركية ولا المرأة الحركية، وبطبيعة الحال الحركة الشعبية هي الفائزة الكبيرة. والله إلا سعداء بأننا كنشوف وجوه في الحركة الشعبية، يعني وجوه ناضلت للسنوات، وكذلك نشوف الجيل الجديد من الشباب والنساء. هذا يبشر بالخير، وكيبشر بأن الحركة الشعبية دائما بخير، وستقول كلمتها إن شاء الله في القادم العاجل إن شاء الله. وشكرا. نيجا القور، عضوة المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية ومرشحة لرئاسة منظمة النساء الحركيات، أتمنى أن أحظى بثقتهم وأن أكون في خدمتهم ومن خلالهم في خدمة الوطن. تلاحظون نعيش الآن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لمنظمة النساء الحركيات الذي ينعقد تحت شعار حركيات رائدات في مغرب التحديات، والذي نحتفي بمناسبته أيضا بروح زهرة الشقاف ابنة الصحراء المدافعة عن القضية الوطنية لبلادنا، قضية الصحراء المغربية، ولكن أيضا المدافعة على قضايا النساء. وكنظن تستحضرون رمزية هذه الدورة، أولا فيها ثقافة الاعتراف، وفيها ثقافة رأسمالة المسارات، ولكن أيضا تطرح تحديا كبيرا، لأن الرياضة تقتضي الارتكاز على المعرفة وعلى الابتكار وعلى التألق كأدوات لتجديد الخطاب السياسي، ولكن أيضا لتجديد أدوات الحكامة. ونحن فعلا في مغرب تحديات، وفي لحظة استثنائية تطمح فيها بلادنا إلى تحقيق إقلاع اقتصادي وإقلاع اجتماعي من خلال كل الأوراش التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي تتعلق بالحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة. ولكن أيضا نحن في لحظة فيها رهانات جيوستراتيجية، ولعل الخطاب الأخير لصاحب الجلالة المتعلق بالمسيرة الخضراء الذي طرح انغماسنا في بعد متوسطي إفريقي يؤسس لحوض اقتصادي يضمن علاقة الرابح مع إفريقيا، ويضمن للدول التي ليس نفاذ على المتوسط أن تنفذ للمتوسط من خلال توفير البنيات التحتية. وهذا رهان اقتصادي، ولكن هو أيضا رهان سياسي وثقافي، وأنا عندي اليقين أن الفاعل السياسي له أدوار يجب أن يضطلع بها فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى، ولكن أيضا فيما يتعلق بهذا البعد الأطلسي الإفريقي. بعماء العيني بنت الزهرة الشكاف، باسمي وباسم العائلة الصغيرة والكبرى، كنشكروا الحركة الشعبية على هذا اليوم، لأن أثر فينا بزاف، وخا أنايا ما نقول ولا نقلب على الكلمات ولا هذا ما عندي ما نقول. كنشكر السيد الرئيس العنصر اللي كان أب ديالنا، والأستاذة حليمة عسالي اللي كانت صديقة والأخت والمناضلة ورفيقة الدرب والأم بالنسبة لنا، حتى حنا بقاو حاضنيننا كلهم، وسيد الأمين العام اللي كان بمثابة ابن ديالها. ونشكر جميع الحركيين والحركيات والأطر والمنظمات الموازية، كل واحد من بلاصتو، لأن كانوا كلهم رفاق الدرب، هما اللي بنوا المسيرة ديال الزهرة الشقاف. دينا الكفاءات، وأن يدعم الكفاءات، وهو واحد الحزب انتج واحد المجموعة من النخب التي تقلدت مناصب المسؤولية في هذا الوطن العزيز. وأعتقد أن الكلمات السياسية للمرحوم المحجوبي أحضان كلها كتمشي في هذا الاتجاه، كتقول بأن السياسي الحقيقي هو ذاك المتيم بتقوى الله وحب الوطن. وهذه مدرسة، لأن
حب الناس وحب الوطن هو الرأس مال الحقيقي لتي يمكن المناضل السياسي أن يكسب المعجزات وأن يحقق التحقيقات. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.